اهلا وسهلا فيكم بحلويات دماس، تخدم الحلويات السوريه الشرقيه كافه انواع الكنافه. هلا عنا الكنافة بالفرماج، هي عبارة عن القطايف والفرماج العكاوي الحر والسمن الحر فيها. وعنا هون الكنافة بالقشطة، فيها القشطة المستخرجة من الحليب البقري والقطايف والسمن. في عنا كمان الكنافة بالمكسرات أو فيرويسك، هي عبارة عن قطايف وجوز ولوز ورحيم مع العسل الطبيعي، بالإضافة للفستق الحلبي. كمان صنف آخر اخترناه للذوق الجزائري، في عندنا ناس ما بتحب أنواع الفرماج، بيكون في عندنا بديل المكسرات إن كان الفستق أو المكسر الجوز واللوز. هلأ الكنافة هي الأصل تبعها فلسطيني واشتهرت ببلاد الشام والاختصاص سوريا ولبنان والأردن، هي الدول العربية كاملة تخدمها، بس عندنا في سوريا الحمد لله والمذاق الشامي تميزنا بالكنافة القشطة مع كنافة الجبنة، بالإضافة إلها المكسرات. حلويات دماس، بالإضافة تميزنا بصناعة أشكال الكنافة وأصنافها، تميزنا بصناعة أنواع حلويات البقلاوة. عنا مثلا الآسية بالكاجو، هي عبارة عن رقائق الباط فيلو أو ورق البقلاوة والكاجو مع العسل الطبيعي، بالإضافة للبقلاوة بالجوز. في عنا أصناف متعددة، في عنا العصمانية بالكاجو، هي عبارة عن كنافة محمصة مع كاجو من الجهتين وتجي بالنص بالوسط كاجو. هذا الصنف يعتبر من أصناف الكنافة، بس لكن في له إضافات أخرى. عندنا تاج الفستق، هي من مثل حكايتها تاج المكسرات. هدول موديلين بيجوا مخدومين بالكنافة من فوق بالمكسرات. التميز تبع الفستق وحدها وتبع المكسرات مخلطة. بالإضافة لهذه الحلويات احنا تميزنا بالحلويات التركية بأيادي سورية، يعني عندنا مثلا بقلاوة بالشوكولا بالفستق، عندنا يبرقة فستق أو بيسموها الدولمة بيسموها بتركيا بسوريا بالعراق، هي عبارة عن طبقات الرقائق البقلاوة والفستق الأخضر مع الشربات. في عنا نوع عش البلبل، هو عبارة عن كنافة وبالنص فستق ومثل حكايتها فيها بالكاجو. باب الحلويات كبير، لما بنقول كنافة يعني معناتها عنا أكثر من صنف، عنا أشكال كثير، عندنا تنوع بالأذواق وكل واحدة لها طعم وذوق مختلف عن الآخر.